عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، دلوقتي هنعمل فيديو جديد مع بعض، هنعمل كنافة بالفاكهة. هنعملها مع بعض، يلا. هنحط أول حاجة، هنسمن الصينية، نحط سمنة بسيطة، فرشنا الكنافة مع بعض زي ما شايفين اهي، نحط على سكر بودرة. نضيف عليها شويه سكر بودره عشان تنشف معانا وتبقى كريسبي، ما تعجنش معانا. بعد كده نبدا نرص الكنافه. الكنافه الفاكهه عامه ما بتحطش فيها حاجه، بتبقى كنافه ساده. حط الكنافه زي ما شايفين وتضغط حلو. زي ما شايفين اهو، نملى الفرن فرنه. هو بس ايه الاطراف ده عشان ايه ما تتحرقش، عشان في ناس بتعمل الكنافه وتنسى تحط في الاطراف كنافه تاخدش بالها. بالنسبه للاخت المغربيه اللي بتقول تشغل بسمنه ايه، احنا شغالين بسمنه الحلوب، بلدي حلوب اسمها الحلوب، نيوزيلندي هي. وعادي لو في زبده عندك وخلطها بسمنه عاديه، عادي بتشتغلي بها عادي، ما تبقى جميله برضو، ما فيش مانع. هنسمنها مع بعض وندخلها الفرن، هتستوي، هنوريها لكم مع بعض وبعد كده نفنشها مع بعض. ولو في حاجة تقيلة عندكم فرمة زيها تحطوها وتحط على حاجة تقيلة شوية. هنسمنها مع بعض وندخلها الفرن. هنديها السمنة بتاعتها مع بعض. ندخلها الفرن بقى. دلوقتي بعد ما ادينا الشربات للكنافة هنبدأ بقى نفنشها مع بعض. هنديها ايه كريمة كلها، ايه نجلسها كريمة مع بعض. زي ما شايفين هنلف الفورمة كلها بالكريمة. بعد كده هنقسمها على أربع أرباع. نعمل أربع أرباع ونفنشها بقى مع بعض. مثلا جنب مانجا، هندي جنب مانجا، هنرص المانجا مع بعض اول، وبعد كده هنرص ايه جنب كراميل، وهندي جنب تاني ايه جنب بلح. زي ما انتم شايفين اهو هندي بلابل الكراميل.
واحدة واحدة كده. بعد كده هنعمل ايه؟ الجنبية التانيين بقى هنرص بلح، بلح رمضان اللي هو الطري اللي هو اللي بيسموه بلح فطرة. هنرص بلح زي ما انتم شايفين اول. مش شايفين اهو، هنرص واحدة واحدة. هنحط حاجات كلها متاحة اهي. كل سنة وانتم طيبين بقى. الحاجات دي لازم تتعمل في رمضان في كل بيت، وحاجات سهلة يعني بنعملها مع بعض اهو. هندي برضو في الجنب التاني ده برضو بنفس الطريقة بلح. حاجة بسم الله ما شاء الله يعني معمولة بالسمنة البلد، فلازم تبقى طعمها جميل جدا يعني مع البلح مع الكراميل مع المانجا. هنرص واحدة واحدة كده. عايزين نركب البلح على بعض يعني نحطه فوق بعضه، حطوه فوق بعضه. عايزين تفرقوه فرقوه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله يعني. بس اهم حاجة البلح يكون الطري مش البلح التاني الناشف. زي ما انتم شايفين اول هات لنا جيلي مانجا. جيلي مانجا نحط بقى شوية جيلي مانجا على المانجا. المانجا يبقى خلاص كده. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي بعد ما الحاجة خلصت زي ما انتم شايفين اهي، زودنا بس شوية فوزدو وشرنا فوزدو وحطيناه وحطينا كريزاي. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.